حتى المجاهدين إذا ذهبوا إلى الجهاد يجب أن يكون معهم من المتكلمين، لأن في الإسلام قبل أن تقاتل القوم يجب عليك أن تدعوهم. سيخرج لك الناس ويقولون ما هو دينكم، كما كانوا يفعلون مع الصحابة. كيف الآن ستقرر عليهم الإسلام؟ كيف ستدفع الشبه؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل دائما في يعني فتوح البلاد الكبار؟ لما أرسل إلى اليمن أرسل معاذا رضي الله عنه مع أبي موسى، وأرسل إلى المدينة مصعب بن عمير رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الأمر، أن يرسل المتأصلين لتعليم الناس أصول الدين. وكذلك إذا ذهب المجاهدون يجب أن يكون معهم من أهل العلم ما يدعون به الناس ويقررون عليهم الحق ويدفعون الباطل ويبينون الباطل الذي هم عليه.